احنا معانا للمزيد من التفاصيل وعلشان نلقي الضوء اكثر على طبعا ما تم في هذه المشاريع الهامه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنميه الحضريه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. بقالنا ثلاث سنين الناس شغاله ليل ونهار علشان نوصل لهذا المصطلح التنميه الحضريه. فعلا احنا متابعين كويس قوي كده، لكن احنا بقالنا فعلا ثلاث سنين او اكثر كمان بنجهز يعني ماذا بعد كلمة تطوير العشوائيات. صحيح. خلاص احنا في دولة جديدة لازم يكون لها وليد، الوليد ده هو صندوق التنمية الحضرية اللي بيعبر عن روح الدولة الجديدة، الجمهورية الجديدة اللي بتقول لا احنا ما بنتكلمش ان في عشوائيات، احنا بنتكلم ان في تنمية حضرية. زي ما حضرتك قلتي طموح العمراني ما بقاش له حدود او سقف، فبدأنا نقول هل ينفع يبقى في دولة جديدة واسمها بنطور عشوائيات فيها ولا بننمي فيها تنميه حضريه وتنميه عمرانيه شامله؟ كنا بنفكر ساعتها ازاي نوصل للمرحله دي، ولما نوصل لها هل هنقف خلاص احنا كده الصندوق خلص مهمته، ولا نستغل النجاحات ونستغل دعم القياده السياسيه لقضيه التطوير والتنميه ونطور من نفسنا مع فكر القياده السياسيه؟ طيب انا عايزه امسك بقى ملف ملف. هتكلم الاول عن مشروع احياء القاهره التاريخيه. هذا المشروع بيتضمن كذا حاجه، اولا المحافظه على الوجه الحضاري لهذه الاثار او المباني الاثريه والحضاريه، الحفاظ على رونقها واستعادتها مره ثانيه، وفي نفس الوقت الترميم وتطوير العواصم كمان نفسها والأحياء التاريخية ذات القيمة أيضا الأثرية. هذا المشروع إحنا عملنا إيه حتى الآن؟ طيب إحنا زي ما حضرتك قلت بالظبط كده، تحت سقف كلمة التنمية الحضرية في أحياء القاهرة التاريخية، في القاهرة الإسلامية، في تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، في تطوير المناطق الغير مخططة، في حاجات كتير بقى خلاص تحت كلمة التنمية. القاهرة التاريخية إحنا بدأنا خلاص العمل عليها من فترة، بس هي المشكلة هنا في قاهرة تاريخية بتاخد شغل استشاري كتير قوي وجامد، لأن كل حاجة كل تفصيلة كل شارع كل بناية كل حيطة كمان، عارفة لما يكون عندك حيطة أثرية تبني عليها أصلها كان إيه؟ إزاي الحائط ده تحتفظي بالبوابة دي مفيش غيرها فاضلة في هذا الأثر، إزاي تحتفظي بيه وتبني عليه بنايه من التاريخ اللي قريتيه وتقدري تقولي ده كان شكلها كذا، ده كان في 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 المؤرخ الفلاني حكى عنها وقال كذا، ده في لوحه مرسومه بالايد كان شكلها كذا، ازاي نرجع تاني ونحافظ على مع شرط الحفاظ على النسيج العمراني، ازاي نحافظ على المهن والحرف ونطورها وننميها، ازاي المهن والحرف الموجوده اللي هي مالهاش علاقه بنسيجنا الموجود ده زي السمكره والدوكو والنجاره والحاجات اللي هي ملهاش علاقه بانها تبقى موجوده في قلب القاهره التاريخيه، ازاي نعمل حصر للمواضيع دي ونبني لها مكان. طب باشمهندس يمكن رئيس الوزراء وجه بسرعه صرف تعويضات، هل هذه التعويضات هتكون ماليه ولا في بدائل اخرى؟ في بدائل كتير، احنا دايما لما بنتعامل مع اي موقف بنحط له بدائل مش بديل واحد عشان نبقى مرنين، عشان نبقى نراعي ظروف كل واحد، كل واحد له ظروفه مختلفه، واحد عايز تعويض مادي، واحد عايز لا انا عايز في نفس المكان تاني، واحد انا عايز لا خرجني في مكان غيره، واحد عايز تعويض مادي مثلا قطعه ارض حته ثانيه، كل بنعمل استمارات وبنقعد اصلا الموضوع ما بيجيش كده، فبنقعد مع الناس ونسمع منهم انتوا عايزين ايه؟ انت رغبتك ايه؟ غير رغبه اللي جنبه غير رغبه ده، بناخد رغبات الناس دي نحطها في سياق قانوني واستماره رسميه ونبدا نطرحها على الناس من تاني، فكل واحد كان قال رغبه من رغباته هلاقيها جوه الاستماره، لان يعني كل الرغبات كلها بتتجمع في ايه؟ في ثلاث اربع رغبات، مفيش اكتر من كده، يعني مفيش حد بيطلب حاجه شاذه خالص خارجه عن الموضوع، فكل واحد هيلاقي هو عايز ايه جوه الاستماره دي، فبنبدا نوزعها على الناس من اللي قالوه هم، وبدأ كل واحد يبدي رغبته على فكره، ولازم يكون في حاجه مهمه جدا. أنا باخد منهم وأحط ما يتناسب مع طيب اللي عايزينه. أخيرا يا باشمهندس، في من المفترض إنه برضه في هذه الأماكن هيتم بناء مساكن جديدة. طيب إحنا إزاي هنحافظ على الوجه الحضاري لهذه الأماكن وشكلها التراثي مع وجود هذه المباني الجديدة؟ سؤال مهم جدا عشان نوضح بيه للناس، إحنا في عندنا خرابات وأماكن فراغات موجودة وحاجات متحولة لمقالب القمامة،
هيتبني مكانها اماكن جديده ولكن بروح ال 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 الناس النسيج، الناس النسيج العمراني، النسيج العمراني. حتى المباني القديمه المبنيه اللي هي كانت مودرن بالثمانينات والتسعينات وحتى حديثا لما حصلت بعد الثوره حاجات مبنيه بالشكل الحديث، احنا هنشتغل على الواجهات بتاعتها نحيدها ونحولها لطابع اسلامي متوافق مع المنطقه كمان، يعني مش سايبينها برضه. فكل ده بيبقى نسيج كله على بعض، اللي يدخل هيحس اه ده انا داخل في القاهره الفاطميه، بس ده العنوان. كل توفيق طبعا لحضراتكم، مشروع مهم جدا احنا لمسناه والشعب المصري لمسه، وحصل طفرة طبعا في النسيج العمراني من خلال القضاء على العشوائيات أو حياة كريمة أو تطوير العواصم أو مشروع إحياء القاهرة التاريخية. باشمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، شكرا لحضرتك.